بعث نادي الرجاء الرياضي برسالة احتجاجية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عقب قرارها المتعلق بتأجيل لقاء نادي الرجاء الرياضي واتحاد طنجة برسم الدورة 26 من البطولة الاحترافية الوطنية. وعبر الفريق الأخضر من خلال بلاغ نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استغرابه الشديد لتأجيل هذا اللقاء المذكور، مؤكدا في رسالته على 4 عوارض تتمثل في عدم احترام مقتضيات قانون المسابقات الذي يلزم العصبة بعدم تأجيل لقاء مبرمج بدون سبب وجيه ومعقول، عدم تطبيق مبدأ الحصول على الموافقة الكتابية القبلية لنادي الرجاء الرياضي قبل تأجيل هذا اللقاء، وهو نفس المبدأ الذي واجهت به العصبة النادي بخصوص مطالبه بتغيير تواريخ لقاءات المواجهات السابقة مع أندية الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وأتلتيك الزمامرة. بناء قرار التأجيل على أسباب غير موضوعية وغير منطقية لم يسبق للعصبة الاحترافية وأن طبقتها على نادي الرجاء الرياضي وأندية أخرى، وطالب فريق النسور في نفس السياق العصبة الاحترافية بتبني تدابير منطقية وعملية تطبق على جميع الأندية في إطار يحترم الوضعية الاستثنائية الحالية وصحة جميع المتدخلين في هذا المجال.